اعمل معاكم بقى كده الوصفة السهلة ديت، يعني تنفع كده بقى للفطار، تنفع للعشاء، ممكن كمان تنفع للغدا. يعني لو انتم مكسلين تطبخوا ولا تعملوا اي حاجة، اعملوها كده يعني سهلة وسريعة كده. ممكن يعني تحطوا عليها جبنة كده او تاكلوها بالكبشة، بتطلع معاكم طعمها حلو قوي. انا جبت كده جزر بشرته، عندي فلفل بقى وشطة خضراء كده قطعتهم قطع صغيرة، وكوسة، وعندي طماطم كده شلت الجلد بتاعها وكمان هقطعها، لازم تقطعها قطع صغيرة قوي زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقى كمان جبت لانشون، وجبت بيضتين بقى حطيت عليهم معلقة صغيرة من البابريكا والفلفل الأسود والملح والكمون والبهارات المشكلة. وبعدين حطيت كل الخضار اللي عندي بقى كده، وحطيت عليهم كوباية دقيق. طبعا الخليط كده احتاج مني كمان كوباية دقيق، وبعدين زودت مية كده بالتدريج لحد ما يعني العجينة أو الخليط وصل لعندي كده. وبعد كده بقى جبت طاسة على النار، حطيت فيها كده معلقة زيت، وحطيت الخليط بتاعي كده. بصوا هتطلع بقى كده فطاير طعمها حلو قوي، يعني ممكن كمان تضيفوا زيتون، هتطلع بقى كده يعني مديها طعم البيتزا خالص، طعمها حلو كده وسهلة. تاكلوها بقى كده يعني ايه في العشاء كده او في الفطار، حاجة كده سريعة مش هتاخد منكم وقت خالص، وطعمها حلو قوي. بصوا كمان شكلها تحفة، انا قدمتها بقى كده مع الكاتشب، طلعت بجد يعني روعة، لازم تجربوها. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم اشعار لما انزل فيديو جديد هنا على القناة. يا رب بقى تكون الوصفة عجبتكم.